احنا تكلمنا وصرحنا بانه احنا درنا سياسه يد الممدوده للدوله باش تعرف بانه كاين واحد الوضعيه حاليا، لانه لا يعقل اننا المهن الطبيه كتسوبي هذا الضغط ديال الوضعيه الصحيه، لاننا لي كابيني ميديكال ودونتيغ كلهم عندهم واحد الالتزام بانهم يساندوا هذا الورش الملكي ديال التغطيه الصحيه. وبالتالي احنا ماشي ضد ان تكون التغطيه الصحيه الكامله لجميع المواطنين والاطباء، ولكن خاصها تكون بطريقه عادله ومناسبه باش تقدر تمشي وتواكب الظرفيه وتمشي او لون تيرم، ماشي نبداوها دابا ومن بعد 6 شهور ولا عام كل شيء يوقف وتوقع اون كريز لانه ما نبقاش نقدروا نواكبوها. حاله اخرى ما يمكنش لان طبيب الاسنان انه تكون عليه الضغط ديال العياده، الضغط ديال المصاريف، الضغط ديال الحاله الاجتماعيه ديالو، ونزيدوه هاد الكم الغير مناسب ديال التغطيه الصحيه. يجب اخذ بالاعتبار، لانه كما قلت قبيله في التدخل ديالي، عندنا 70% ديال الشبان اللي في الهرم ديال الهيكل ديال اطباء اسنان، عندنا الشباب، عندنا كل عام كتخرج لنا 1000 طبيب اسنان في المغرب، يعني على صعيد الدار البيضاء عندنا 1700 طبيب ولا 1800 طبيب، وكل عام كتزاد 500 ولا 400 في هذا، يعني هاد الشباب ما يمكنش ليه في لو ديبار ديالو يبدا ويلقى تزيد حط عليه 1800 درهم في الشهر ديال 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 التغطيه الصحيه، لا يعقل. لان هنا كنشوفوا بان كاين هنا افلاس ديال عيادات اطباء اسنان. يعني واش كتشوفوا كاين استهداف للاطباء؟ ماشي مساله استهداف ديال الاطباء، مساله بانه هاد الورش كنا حنايا صافي 20 طون حنا كنشتغلوا عليه، لا يعقل اننا نكونوا مستهدفين، ولكن الطريقه اللي تعاملت معنا بها الوزاره طريقه غير سليمه، لانه كانت عندنا نقاشات معهم وتدخلات معهم، الامور اللي طلبنا منهم ما وصلوش لها، لانه بغيتي نخلص لك انا لاستريسيس ما كاين حتى مشكل، ولكن انت يا حيد لي ليكزيرسيس ايليغال، حيد لي صناع الاسنان، حيد الضغوطات اللي كتحط على الطبيب اسنان انه باش ما كيتوصلش بالساكنه ديالو يتعامل معها بطريقه مناسبه. الا جينا نشوفوا صناع الاسنان كيزيدوا بحال الشامبينيون، داك الشيء كيتكاثر بواحد الطريقه خياليه. هنايا كنت انا شخصيا دخلت في تدخل وطلبت بانه المساله ديال صناع الاسنان مساله كتدخل في وزاره الداخليه، لان هي اللي كتطلب الرخص باش كينتشروا، والوزاره الصحه واحد مع وزاره الصحه، وزاره الداخليه ما بغاتش تحبس هذوك الناس، لانه كيتحسبوا واحد شنقولوا اون ماس الكتورال كيشتغلوا بهم في الانتخابات وهذوك الناس. لا يعقل بان يجيك واحد ما عنده حتى شي مستوى دراسي وكيبدا يشتغل في الفم ديال المريض. الا جينا نديروا لي زيتود اللي دارت على ليباتيت سي، لقينا واحد 80% ديال الساكنه كلهم توشي بليباتيت سي، وجاو من صناع الاسنان. يعني كانت دارت دراسات دارتهم الهيئه على ود هاد المساله هذه، ولقينا بانه داك الشيء خيالي. لا يعقل انك تشوف انتشار ديال او بي او انتشار الامراض بصناع الاسنان والدوله ما تدخلش باش تحمي المواطن. اقل حاجه ان الدوله تدخل تحمي المواطن من هذه الامراض، لان هذا المواطن ما كيمرض لها راه كاين ان كو بالنسبه للدوله مكلف، لان الامراض المزمنه راه كتجي من عدم احترام شروط الوقايه.